في هذا الفيديو راح احكي لك شغله اتمنى من كل قلبي انه واحد كان حكالي اياها قبل لا افوت للكليه. اهلا وسهلا بيك وانا وسهلا بيك، انا مهدي واسوي لكم فيديوهات هنا من مكتبي صغير ببيتي بالمانيا، ونحكي هنا بهاي القناه عن مواضيع مختلفه، ودائما تجيني اسئله مختلفه. مواضيعنا هي دائما طبعا لها علاقه بالنجاح وبأنه أنت تحقق أحلامك وكل شيء تريده توصل له. واحد من الأسئلة الحلوة اللي إجاني من واحد من متابعين القناة الرائعين، اللي أنا جدا أنا أكثر مرة قال لكم أنا معجب بيكم وأفكاركم أنه أنتم موجودين هنا وأنه تسألوني هيك أسئلة. إجاني سؤال يقول دقيقة كل مرة أنسى، راح أحط لكم هنا حتى أنتم تشوفوهم يعني وسائلي أحتقرأ. من خلال تجربتك في الجامعة والشغل، شنو المهارات المهمة اللي يحتاجها الشخص مقبل على شغل أو دوام في الجامعة؟ فقلت هذا سؤال بلادي، خلنا نجاوب عليه. ليش؟ لأن عادة أنت مطب شيء جديد دماغك، يعني تخيل أنه أنت أول واحد، وبسبب التدريب السيء الصيد اللي حصلناه كلنا بالمدرسة 12 سنة، تعلمنا انه انت لازم تعرف من وحدك. اكو اشياء اساسية ما علمونا اياها، وهي واحدة من الاشياء وانت ما لازم تعرف من وحدك. ليش يعني انت لازم تعرف من وحدك؟ فعلى كل حال انا هم كانت هاي فكرتي، جزء انا هم عندي هاي المشكلة، يعني دائما اريد اسوي الاشياء وحدي، ما اتقبل مساعدة الاخرين، بس هو هذا الضعف. الواحد يعني اذا يتقدم اكثر بالحياة افضل شيء يتغلب عليه. المهم فأنا من دخلت للكلية يعني كانت عندي أحلام كبيرة بالكلية، أريد أصير معروف وأصادق الناس وأصادق بنات هواية، هذا في شيء مهم للشباب طبعا، ما أعرف إذا يجوز البنات هم يعني مهم، أعتقد أقل نسبة، بس الشباب يردون لين جايين مدرسة كلها ولد يتعرفون على بنات، يردون يسوون جروب، يجوز يريدون هذا الجروب يصير أطق جروب بالكلية وما أعرف إيش، ويسوون حفلات طلعات وهاي. فأنا هيك جيت للكلية، هذا حكي يعني صار له عمر بال 2006 دخلت الكلية. اي فيعني يعني كنت اريد يعني هواي شغلات. فبعد سنتين بالكلية وبعد ما سويت كل الشغلات اللي شلون يقول سمعتها من جماعتي وما ادري شنو عدتها، ها بعد ما انتبهت على هدومي سويت شخت وما ادري شنو، هاي واي واحد يقول لك ها البس ماركه البس حذاء الفلاني ما ادري شنو اطلع زين، اذا تطلع زين هاي تحكي وياك، ذيك تحكي وياك، هذا يحكي وياك، ما اعرف ايش. بعض الشباب اليوم انا هم شي افكر شيل السويت مالته، يروي السويت مالته، يقول له من تروي السويت ما ادري شنو، هاي اكو هواي يقول لك ها البنيه اذا شوف عندك سويت ما اعرف ايش مال بي ام يعني امورك زينه. بعض الشباب يروي مالته الباكيت مال جوكاير، عود باكيت غالي، هو بعد ياخذ مصروف من ابوه بس يفيك بال باكيت ماجيكا. المهم يعني انا ما كنت غير شكل هم نفس الشيء، بس اريد افيك طريقتي بالتعرف على الناس وببناء علاقات بالجامعه كانت هي التفياك والحكي. انا لان يعني هسه وبعد يعني واحده من المهارات مالتي هي الحكي، اقدر احكي هواية عندي حكي، فجيت احكي سنتين انا احكي سنتين انا اخرط، ما خليت احد ما خليت وحده ما شنو ما حكيت وياه، ما لقيت حكي كوم احكي. بعد سنتين وبسبب فشل يعني بالجامعة اكتشفت انه هاي الطريقة مالتي مال التفياك ومال مدي ما جابت نتيجة، يعني انا ما عندي ذيك العلاقات، وعلاقات حقيقية ما عندي، يعني صحيح اسلم على الكل بس علاقات حقيقية فعلا صداقات صداقاتي ماكو، لا ويا شباب ولا ويا بنات، يعني ما طلعنا بأي نتيجة احنا. فبخضم هذا اليأس كنت يعني في يوم اتمشي بشارع المتنبي، فشفت وقعت عيني على كتاب اسمه كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، واحد من يسمع انه يقول هذا شلون كتاب، بس انا كنت مأيس في وقتها، قلت يعني احنا لازم نسوي في الشيء، لان هي المشكله يعني مو بس كانت بالجامعه، يعني في وقتها في السنه الثانيه من الجامعه كنت عايش ببيت خالتي ببغداد، فالوضعية تغيرت علي. أنت بالريف الريفية بكل بساطة تحكي الناس، ويعني أكو فت بساطة بالأمور، هاي البساطة ما تلقاها بالمدينة الكبيرة. المدينة الكبيرة صحيح أكو هم سهولة بالتعرف على الناس،
بس اكو يعني حكي، اكو علاقات، اكو كذا ما موجوده بين الغرباء بالمدينه الصغيره. فهاي كانت مشكله ثانيه، انه انا يعني اباوع عليهم دول عندهم علاقات ويا جيرانهم مدري شنو، يسولفون يروحون يجون، وانا ما اعرف يعني ايش اسوي، ما اعرف اسولف يعني، اي ما اعرف يعني، ما يعني دا احكي بس دا احس انه الحكي اللي دا احكي ممل للمقابل يعني، او ما دا يؤدي الى النتيجه اللي انا دا اريدها يعني. انا دا اقعد اخرط، بس بالنهايه الشخص ما دا يتقرب من عندي، ما دا نصير احنا اصدقاء، ما دا نبني في شيء، ما دا يزيد يعني انه انا دا اخرط، دا يتحملني وبعدين يروح. فقلت خلنا ناخذ هذا الكتاب، قلت فاخذت في وقتها هذا الكتاب وقعدت اقرا. وبهذا الكتاب انصدمت انه اني يعني كنت مطفي فد نوم طابق على صفحة، لان معظم الاشياء اللي انا كنت اتخيلها يعني شلون تؤدي الى انه الناس يحبوني، يعجبون بي، يدخلوني الى جروباتهم، مجموعاتهم، صداقاتهم، بيوتهم، علاقاتهم الى اخره، مو صحيح. كل اللي انا سمعته وافترضت انه هو صحيح وشفته ما ادري شنو، مرات تتباوع على شخص تشوفه يعني ناجح مثلا بالعلاقات فتريد تسوي مثله، ما كان يعني له علاقه بالمهارات اللي أنا هسه جاي دا أتعلم عنها. فقلت هذا خلنا نبلش، طبيت حطيت راسي بهذا الكتاب وتعلمت كل المهارات وأخذتها كيعني كطريقة حتى أنه فعلا أغير هذا الجانب اللي كان ضوجني كلش في حياتي، أنه أنا فعلا ما عندي غير يعني الأصدقاء اللي أعرفهم من قبل، أو أصدقاء قليلين يعني يعدون على الأصابع. وبديت أطبق هاي المبادئ اللي تعلمتها، وبديت أكتشف أنه واو هاي الطريقة تفتح لي غير أبواب، واو هاي الطريقة تتخليني أتقرب لمن أريده، واو هاي الطريقة تتخلي كل من أريده يحاول يصير صديقي. وشوية شوية مو بس بالكلية، في كل مكان تعلمت أنه أبني علاقات أفضل، تعلمت أنه أحصل مساعدة الناس. طبعاً بالكلية هذا الشيء كان كلش أساسي، لأن أنا حاشي أكثر من مرة أنه أنا بالثالث وقعدت بهواية مواد، وبعد الدور الثاني والثالث والتحميل ما أدري شنو يلا يعني قدرت أنجح. فبالسنين اللي وراها استخدمت هاي المبادئ اللي تعلمتها في هذا الكتاب، كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، حتى يعني أتقرب من الناجحين وأخليهم يريدون يساعدوني. وهذا الشيء خلى السنين الجاية هواية أبسط من ما أني أحاول ها أقعد وحدي، أقعد بالشسمة وأقرأ وحدي وأنجح ما أدري شنو. وبعد ما يعني بديت أتعلم هاي المبادئ، بديت أتعلم، بديت أوسع فعلا دائرة معارفي، اكتشفت الشغلة كلش مهمة، كلش مهمة. كل الناس الأغنياء أو اللي جايين من غنى يعرفوها، وللأسف الفقراء ما يعرفوها. اكتشفت انه الأغنياء يستعملون العلاقات مالتهم استعمال مطلق في الحصول على اي شيء، على اي نتيجة يريدوها، في حين الفقراء دائما يا اما ما عندهم علاقات، واذا عندهم علاقات يتجبجبون من استخدامها، ها ما اريد استخدمه، عبالك هو يعني شلون، عبالك يا خاشوق استعمال واحد اذا فتحته هذا هو بعد ما تقدر تستخدمه مرت الله، او ما يعني فت شو بينما باوع هذول لك ذول يعني يطبون، واحد يحكي الله وما ادري شنو اي شيء يريده. فهذا الشيء اللي هناك تعلمته ساعدني بالكلية، بعدين بالشغل ساعدني نفس الشيء، انه ابني ويا الناس اللي بالشغل وياي علاقات جدا جيده، ويجون علي ويسألوني واسألهم ويساعدوني وساعدهم وكذا، وهذا الشيء قدمني كلش بسرعة. بعدين من جيت لألمانيا استخدمت نفس المبادئ، لأن هاي المبادئ مو تشتغل بس بالعراق، تشتغل بالعراق وبألمانيا وبأمريكا وين ما تريد، نفس الشيء، نفس المبادئ هذه همين مرت الله جيت عليها تعلمتها طبقتها ما ادري شنو. أول شيء جابت لي أو حكيت عن هذا الموضوع شلون حصلت أول وظيفة، لا شهادة لغة، لا ما أعرف إيش، نفس الشيء باستخدام هذه المهارات بالتعامل ويا الناس، اللي هي المفروض يعني هي الشغلات اللي علمونها بالمدرسة، بس أنت بالمدرسة تتعلم شلون ما تحكي بصفك،
لا تندار على وراك، لا تسوي ويا ذاك، لا تسوي ويا هذا، ما اعرف ايش، لا تتعاون ابدا ويا الناس الدائر مدارك. بينما الحياه البزنس هو كلية تعاون، هو كلية علاقات حلوة، هو كلية انه تمد ايدك لفلان وتسمح له انه يساعدك، تنطيه هذه المتعة انه ينطيك فشي ويساعدك، وانت همينة تخلي تساعده وكذا. وهيش واحد الاخ يبني، واحد ويا الاخ يبني الحياة ويساعد، يعني الحياة تكبر وتزدهر وتصير احلى واحلى. للأسف هاي هاي واحدة من الاشياء اللي واحد لازم يشيلها من عقله، تعلمناها من المدرسة تدريب 12 سنة يعلموك لا تحكي يا فلان، لا تندار، لا تخو، احنا احنا جماعة طبية 18 سنة متعلمين انه لا تعاون يا فلان، لا تحكي يا ذاك، لا تهمل، احكي كل واحد. تعلم المبادئ الصحيحة طبعا بالاول، شلون تحكي يا الناس، شلون تعامل وياهم، شلون هم الناس يفكرون اصلا، شي يريدون الناس. يعني واحدة من ابسط المبادئ اللي انا اكتشفتها بهذا الكتاب، هم يعني ينقسمون قسمين الناس، اكو ناس تحب تحكي واكو ناس تحب تسمع. بس افضل شيء انت تسويه من تتعرف على الناس هو انه انت مو تحكي مثل ما انت تعتقد، مو تبغى تلغي عن نفسك ساعات، وانما تقعد تسمع، تسال الشخص عن نفسه باهتمام، تساله تساله شنو انت، منين جيت، شنو سويت، احكي لي قصتك، احكي لي سالفتك، احكي لي ما اعرف ايش، وتخلي الشخص يحكي لك عن نفسه. وراح تلقى انه معظم الناس اطيب شيء لهم انه يحكوا لك عن نفسهم، اكثر موضوع يعرف بي، اكثر موضوع هو مهتم بي، تحكي وياه عن نفسه، تسولف وياه، تسأل اسئله، تشوف شنو هي المواضيع اللي هو مهتم بيها، وبالمره الثانيه ترجع تحكي وياه بهاي المواضيع اللي هو مهتم بيها. هاي الطريقه هي اللي تفتح لك قلوب الناس، مو ان انت تقعد تحكي لي كل ما اجي اقعد يمك تقعد تحكي لي عن نفسك اربع ساعات، شو استفادان. هاي المبادئ يعني جدا اساسيه. فهذه مبادئ التعامل مع الناس اللي موجوده بهذا الكتاب، اللي انا يعني اعتقادي كل واحد لازم يجيبه ويقراه الشيء 10 مرات، خصوصا اذا انت تود تبدي بالكليه، قبل تبدي بالكليه، مو انت مثلا عندك شايل هم انا متاكد شلون اتعرف على فلان، شلون اتعرف على فلانه، شلون راح ابني، شلون راح اسوي، شلون راح اصادق، شلون أكون جزء من مجموعات اللي أنا أريد أكون جزء من عندها، مو أروح أنجبر على مجموعة يعني تعبانة وأكون جزء من عندها. فهذا الكتاب طريقك كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، هذا تروح تحفظه، تستخدم المبادئ مالته، بس فهم مو درخ، فهم 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 شلون تستخدم الأشياء. مرة واحدة من المبادئ بالكتاب يقول لك الانطباع الأول كلش مهم، فمهم انه انت يعني تقابل الناس مبتسم. فمره واحده سالتني فقلت لها يعني عن هذا الكتاب، قرات الكتاب، قالت لي يعني انا شلون يعني بالكوستر هسه انا اذا ابتسم لغير واحد ايش عباله؟ يعني انت قريتي الابتسامه اللي تروحين بالكي تبتسمين لواحد مخربط؟ يعني يا جماعة فهم فهم مو درخ، مو درخ. ما دنيش عن انه انت بنية تشوفي لك واحد مخربط من شنو بالشارع تبتسمي له، طبعا يعني هذا راح يفهم غير شيء، ما دنيش هنا عن هيك شيء. يعني حاول تفتهم من تطبق الاشياء، مو يعني درخ، هذا شيء جدا مهم. وبعدين من تفتح هذا، طبعا يعني الكلية هي تدريب، راح تبدي تفتح هاي المهارات، تبدي تستخدمها، تبدي تتعلم شلون تكون انت يعني جزء. وشيء همين جدا مهم تتعلمه، تتعلم انه تتقبل كل الناس، انه اكو ناس انت ما يعجبوك، بس مو بالضروره انه انت يعني تحكي عنهم او ترويهم انهم غلط. هذا انت منو حتى تروي الناس الباقيين غلط؟ جوز انت غلط، من يقول انت مو غلط؟ اكو هواي شغلات، ما انا احرق كل الكتاب، اكو هواي مبادئ يعني انا هذا الكتاب التقيت بها الأول مرة، ومن التقيت بها قلت صدق تحجون؟ يعني صدق تحجون؟ صدق ما حد قال لي هذا الحكي؟ يعني فشي يعني مثل يعني فشي كلش منطقي، مثل شرب المي، مثل منه أنت من تعطش اشرب مي، طيب ليش يعني لعب ما حد قال لي عنه؟ ما حد يقول لك عنه، هي هاي هيجي، هذا هو هو هيجي. هسا أنا قلت لك عنه،
لا تضيع الفرصة قبل لا تفوت كلية، قبل لا تفوت شغل جديد، روح ادرس هذا الكتاب، حفظه، طبق المبادئ. من تطبق هذه المبادئ بالكلية تصير عندك تجربة. الإنسان اللي عنده تجربة مو مثل الإنسان النظري. هواي مثلا هسه انتم بالكلية تلتقون بناس أساتذة ما يعرفون يدرسون، عندهم معرفة نظرية، حافظ كل المادة بس ما يعرف يدرس، ما عنده تجربة. بس يجيك واحد عملي، أنا أذكر بالكلية الله يذكره بالخير دكتور مصطفى جراح، أعتقد اليوم عيادته بأربيل. تحية، أكبر تحية للدكتور مصطفى إذا يشوف هذا الفيديو، من الناس اللي يعني أنا جدا شاكر إلى أنه هو كان أحد الأساتذة اللي علموني وكان قدوة لي. دكتور مصطفى كان يجي علمك الجراحة، يعني يا أخي يحببك بالشغلة، يحببك بالشغلة. يعني أنا حبي للجراحة وحبي لتدريس الجراحة أجي من هذا الرجل، لأن كان عملاق، عملاق، إنسان عملي عملي، مو نظري كل شيء ما يدري شكو ماكو بالحياة، إنسان عملي إلى أبعد الحدود. فبنفس الشيء هاي المبادئ مال التعامل ويا الناس، إذا تبدي تطبقها وتبدي تتعلم أنت، خصوصا الناس اللي يجون قبل من البيت ويروحون للكلية. أكو ناس مثلا أحد أصدقائي من عمر 16 سنة هو يشتغل بالمحل مالتهم، هذا يعني هذا هو عاجنها وخابزها شغلات التعامل ويا الناس، لأن متعلم يتعامل ويا الزبون، والإنسان يتعامل ويا ناس وزبون وروحه وجيه وتجارة وما أدري شنو، هذا يتعلمها بالممارسة. بس للناس اللي مثلي مثلا ما عندهم محل، ما مضطر يتعلمها بالممارسة. وأكو ناس يعني بالعمر ماشيين 50-60 وهم بعدهم ما يعرفون أي شيء عن التعامل ويا الناس، ما عندهم أي فكرة، تعاملهم ويا الناس مدمر حياتهم. فهذول الناس اللي مثلا خصوصا مثلا البنات، هواي بنات مثلا اول مره تطلع من تروح الكليه، شباب همينه اول مره يطلع ويحتك بناس ما يعرفهم بالكليه، فتحتاج هاي المبادئ. تعلم المبادئ، تروح تطبقها، تشوف شنو هي الشغلات اللي ترهم لك وتستفادها وتستفاد من عندها، وبعدين بالعمل هي هنا تلعب. عادين انت لعب، انت تعرف هاي الشغلات. الانسان يعرف هذه المبادئ مال التعامل ويا بقيه الناس، يعني ما إلى منافس، لأن باقيين ما يعرفون ويبقون مستغربين. يعني تلقى أنت هواي ناس مثلا هو ما يعرف طرق التعامل صحيحة ويا الناس، يتعامل وياهم بالطريقة اللي هو يعني شون عاملوا أهله والناس اللي داير مدارة، بغض النظر عن أنه هي مفيدة مو مفيدة، ما أحب أني كلمة صح وخطأ، بس أحب أنه يعني مفيد ما مفيد. فبغض النظر عن أنه هو مفيد ما مفيد، هذا اللي تعلمه الطريقة اللي يسويها بدون تفكير يبقى يكملها. ومن يعني الناس ما تتجاوب وياه أو تتجاوب وياه بطريقة ما تعجبه، ما يقول يعني واحتمال آني المشكلة، لا 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 لا، أكيد هم المشكلة 100%. طبعا طبعا هم المشكلة، أنت ما بيك أي مشكلة، أنت ما بيك أي شيء، أنت كامل، أنت إنسان كامل، ما تحتاج أي تحديثات، أنت من الفيرجن اللي نزلت من عنده آخر شيء، آخر تصميم. هي هاي الوصفة للفشل، الاعتقاد انه انت تعرف كل شيء وانه انت احسن شيء وانه انت ما محتاج اي شنو كتب، شنو قناة، شنو هذا حكي، شنو كذا، ما احتاج انا هالسوالف، انا تعلمت كل شيء. احنا من بيتنا يطلعون رؤساء، والدليل انه انا رئيس. بالنهاية هاي الواحد يسمع حكي خلط، اللي اريد يعني اقوله بنهاية هذا الفيديو، ما لك علاقة بالحكي اللي أنا أحكي، جزء أنا أحكي همين خرط، بس أنت روح أخذ هذا الحكي اللي أنا دا أحكي وأنت همين وحطه بدماغك وقول إيبا هذا يفيد ما يفيد، أي والله يمكن هذا الحكاية تفيد، خل أروح مثلا أجيب هذا الكتاب، افتح الكتاب، نفس الشيء نفس الطريقة، شوف هذا الحكي والله يفيد ما يفيد، ما يفيد عوفه، يفيد حسيت أنه يفيد طبقه يمك، فاد بالتطبيق، جاب لك نتيجة، حسن حياتك. لأن بالنهاية أهم شيء هو النتيجة مو الخارط مو الحكي. أكو هواية ناس تورم أذنك من الحكي، يحجون كوما حكي بس النتيجة خارط. شنو النتيجة مالتك؟ شنو اللي محققة أنت؟ شنو اللي مسوي؟ ماكو. فبالنهاية أهم شيء هي النتيجة. من تجي أنت تقول لي مثلا استخدم هذه الطريقة،
حتى توصل إلى فلان نتيجة معينة وأنت بحد ذاتك ما واصل إلى هاي النتيجة، شلون أنا صدقك؟ هذا يعني دائما في شيء كلش مهم، من أنت واحد يقول لك استخدم فلان شيء هو ما عنده هاي النتيجة، استخدم هذا للتضعيف وهو مو ضعيف، اقرأ هذا الكتاب حتى تصير شو اسمه زنقين وهو مو زنقين، هو داق الفقر، سوي هيجي ويا رجلك وهي ويا رجلها يومية عركات للصبح، هو ماكو شيء، أهم شيء بالنهاية هي النتيجة، النتيجة هي تقيس، وإذا أنت هيك تفكر، تفكر عن النتيجة، تباوع عن النتيجة مالتك اليوم، النتيجة مالتك عاجبتك كل زين، لا تغير كل شيء، لا تسمع من الحكي مالتي هذا، النتيجة مالتك زينة، عوف عوف هذا الفيديو، ما لك علاقة بي، النتيجة مالتك ما عاجبتك، جرب، هذا يعني حل احتمال يفيد، واحتمال ما يفيد، جرب، جرب تقرأ هذا الكتاب، جرب تطبق الشغلات اللي بي، جرب تباوع غير فيديوهات بالقناة تستفاد من عدها، وشوف النتيجة، أكو نتيجة، حياتك بتتحسن، أمورك بتتقدم، بتتجه للاتجاه اللي أنت تريده، لو لا، إذا ما تتجه للاتجاه اللي أنت تريده، أوف، إذا تتجه للاتجاه اللي تريده، كمل، سوي بعد، وهكذا. هذا هو الجواب اللي كنت أريد أجاوبه للصديق اللي يسألني عن هاي المهارة، وهذا الشيء اللي كنت أتمنى لو بالعطلة بين السادس والكلية أنا عارف هذا الكتاب، كان وفرت على نفسي هواي مواقف تعبانة، هواي حكي ما بيفايد، هواي روحات وطلعات، هواي يعني هواي ألم ووقت وفلوس و يعني مواقف تعبانة وشغلات مو حلوة، كان هو يفرط علي، لو متعلم لي هاي كم شغلة مطبقهن من البداية ومريح بالي مريح أموري ماشي، هاي أهم، أعتقد هاي أهم شيء واحد يتعلم بالبداية شلون يتعامل ويا الناس. هذا كان اللي كنت أريد أحكي وياكم بهذا الفيديو، يا ريت إذا الفيديو عجبكم يا جماعة تسوون الحب اشكالات مال السوشيال ميديا والشغلات هذه مال المشاركة، طبعا يعني 3/4 اللي يباعون الفيديوهات ما يسوون مشاركة، معودين يسوون مشاركة حتى القناة يعني شو يسموها هذه الخوارزمية تعرف انت شو تحب تجيك اشياء مشابهة تسوي لك همين اعجاب حتى انا اعرف، اكتب لنا في التعليق شنو الشغلات اللي افتهمتها، شو افتهمت انت من هاي العشرين دقيقة، مراتك واحد يعني مر بعشرين دقيقة كل شيء ما يستفاد، استفاد يشي، وإذا استفاد يشي فكر لك بشخص واحد تريد تفيده بهذا الفيديو، أو شخصة واحد أو وحدة تريدين تفيدها أو تريد تفيدها ودزولهم هذا الفيديو حتى يستفادون من عنده. ومرة ثانية يا أهلا وسهلا بكم، نورتونا، خلونا نشاهد فيديو جاي، مع السلامة.